هلا خالتي مراشد، حياك. هو صمود شلونك حبيبتي؟ الحمد لله بخير. حياك خالتي. هلا مراشد، حيا الله منيان. الله يحييك، شلونك فاطمة؟ خير، دامك بخير. عسى حياك. مها وينك؟ تعالي. ايش حقه جايبه هذه معك؟ شنو ايش حقه جايبه هذه معك؟ شنو انا سويت؟ ترى انا ما سويت شيء، الغلطه هذه غلطه صمود، هي اللي خلت عبد الله يشوف تليفونه. مها انا ايش قلت لك في البيت؟ ما قلت ما ابي اسمع منك ولا كلمه الا اذا انا قلت لك تكلمي. خلاص ان شاء الله حاضر على امرك يا خالتي، بس كنت. ايش دعوه يا فاطمه؟ ترى احنا في بيتك، ما يجوز هالكلام. ايش تبيني اسوي؟ ايش تبيني اسوي عقب اللي سويتوه في بنتي؟ اخذكم بالاحضان ولا افرش لكم الارض ورد؟ شفتي يا خالتي؟ هذه الحرمه ما تحترم احد. انت وتاليتها معاك، القاها منك ولا من منو؟ سكتي. ان شاء الله بعد تبيني انا اسكت. والله يا ليت تكوني سويتي خير. انا جايه هني عشان اتكلم مع صمود بكلمتين. قولي خالتي اسمعك. سمعيني صمود حبيبتي، أنا جاية هني لسببين. السبب الأول والأهم إني متأكدة إنك تحبين عبد الله مثل ما هو يحبك، والشاب اللي كنت قاعدة معاه لا يمكن تكون علاقة بينك وبينه. أي والله ما قصرتي، مشكورة. إيش عقبة هالكلام؟ عقب ما ولدك طلق بنتي سنين وأنت معارضة زواجهم، شو اللي تغير الحين؟ يما خلي خالتي تتحكى. قولي خالتي اسمعك. والسبب الثاني، وايد فكرت شلون اقنع عبد الله انك انت ما كنت تخونيني. صدقت عاد الحين صدق صدقت ان قلبك على بنتي، ان شاء الله عليك. وتاليتها فاطمه، اتكلم ولا امشي؟ لا انا اسفه بسكت، بس الله يستر. ايش قاعد تخططين له؟ اخطط خير ان شاء الله. صمود حبيبتي، الشاب اللي كنت قاعده معاه بالكافي شوب رقمه عندك موجود للحين، واذا عندك اعطيني اياه. بس انت تبي الرقمه ليش؟ ابي وبعدين اقول لك ليش. معقول يا خالتي هي للحين عندها رقمه؟ هذا اذا كانت تفكر فيه بعد شيء ثاني. انا اموت واعرف انت حاقده علي وتكرهيني ليش؟ انا شو مسويت لك؟ لا يا صمود لا، ترى مهما تكرهك ولا حاقده عليك، بالعكس ترى حست بغلطتها وعلى هالاساس جت معاي وتعتذر منك. انا اعتذر حق هذه؟ ليش خالتي انا اللي سويت؟ انا ما سويت شيء غلط، ما راح اقعد ولا دقيقه هني، والله هذا الناقص اعتذر لها. لا وشكرا. ريم حبيبتي خلص ما في داعي، انا اكمل الباجي، روحي انت. ايش فيك مشتطه؟ نطلق عرج وصل للصاله ورد، ايش فيك؟ انا ليش هني؟ حق علي. عشتو مسجات بعد؟ ننطرك على الغداء، لا تتاخر علينا. طبخت لك أكلة وايد تحبها. نسيتك. أوراق جاهزة. في شيء ثاني بعد؟ لا أستاذ. تفضلي. ميرسي. خلص شغلي بسرعة وأجيك، وعلى فكرة طول اليوم قاعد أفكر فيك. خالتي أنت ليش ما تحسين فيني؟ ليش تبين تصغريني قدام صمود وأمها؟ انت غلطتي ولازم تعتذرين. لا انا ما غلط
والدليل ان صمود للحين محتفظه برقم الريال اللي تحبه واللي كانت تتواعده من ورانا. والدليل مثل ما تقولين اصعدت دارها فوق ويابت تلفونها القديم وعطتنا الرقم. لا كذابه، احنا لو دورنا بتلفونها الجديد كان لقينا رقمه. مها انت ايش تبين بالضبط؟ ترى خلاص تعبت منك، ايش تبين؟ انا بس ودي اعرف انت ليش تبين صمود ترجع لعبد الله؟ خلاص مو هو طلقها، خل تذلف. انت ما تفهمين شيء، عبد الله يعتقد اني انا اعرف ان صمود تعرف واحد ثاني واني انا خدعته مثل ما هي خدعته. الامور هذه انت ما تفهمينها، انا من امس مو قادره احط عيني بعين ولدي، انت فاهمه ولا لا؟ انت كل شيء عندك عادي. اه خالتي الله يسامحك لا تظلميني. زي انا عندي لك راي، ما دام هدفك عبد الله تبينه يعرف انك ما خدعتي، انا اقول خلنا ننطر شويه، خلي طلقها بشكل رسمي وعقوبها اثبتي له اللي تبينه، اوكي؟ وبكذي ضربنا عصفورين بحجر واحد. انت اللي يبيج ضرب الحجر وتبين الصج، انا ندمت اني اخذتك معاي. انت من وين تبين هالافكار؟ رأيت مشاكل؟ يا ربي سوسة. أحلى قهوة الأحلى ريم بالدنيا هذه كلها، تفضلي قهوتك. مشكورة. أقول ريم، تهجين خالتي أم راشد ليش راحت حق صمود؟ يعني مثلاً عشان تحل المشكلة اللي بينها وبين عبد الله؟ إي أظن هالشيء طبعاً مو من صالحك. وليش مو من صالحي؟ يعني أنا إيش علاقتي بالموضوع؟ نورة بس تكذب، كل اللي بالبيت دروا باللي صار بينك وبين عبد الله أمس. أنت ليش تكلميني كذي؟ لأن طول عمرنا خوات وعمرك ما خشيتي عني شيء. أنا ما كنت أقصد إني أخش عليك، بس صدقين الموضوع صار بسرعة وبدون ما رتب له ولا كان ببالي أصلاً، صار فجأة. وأكثر شيء فاجئني إن عبد الله طلع يفكر فيني. عموماً الله يهنيكم، تدرين إن أنا أحبك وايد وأبي لك الخير، بس لا تكذبين مرة ثانية. إيه إن شاء الله إن شاء الله على الموعد اللي حددته لك إن شاء الله. إيه خلاص أوكي الساعة 6. يلا السلام عليكم. هذا مشعل؟ إيه مشعل، حددت الموعد معاه الساعة 6. عافية عليك شاطر. إيش فيك؟ ما أدري، أحس إني ندمان وتسرعت إني قلت حق شاهد عن موضوع مشعل، لو صابري شوي أحسن. أقول صالح، أنت إيش سالفتك؟ ندش بسالفة ونطلع من السالفة؟ ما علي لا تحاتي، خلنا نفتك من موضوع صمود بالأول. أقولك مني وعد، بجيب ريل حق بنتك، ريال سن اللي يحبها ويقدرها ويقدسها بعد. إيش تبي؟ زين شاهد وين علي؟ شاهد في الصالون. ما تبي تغدى وياها؟ سالفتك صالح، ياهل بنتك ياهل تحاتيها، إيش كلت وش شربت؟ ليش هي وين قاعدة؟ ترى في الصالون يطلبون أكل على حسابي ومن أحسن المطاعم. يلا روح أغير ثيابك عشان تغدى. يلا روح أغير ثيابك. جدامي جدامي، أم لسان طويل يا رأية المشاكل، ما وراك إلا الغثة. حسبي الله عليك من بنية. خير خالتي، ايش فيها؟ البنت هذه تعبتني وما تسمع الحكي، والظاهر في ناس ثانيه بتتعبني وما يسمعون الحكي. خير خالتي، شكلك تقصديني. مها تقول ان امس عبد الله كان بدارك، الكلام هذا صحيح؟ ما تردين؟ انا احيانا ما اصدق مها لانها تكذب. عبد الله كان بدارك امس ولا لا؟ ايه كان عندي. افا يا نوره، تمنيت الكلام يكون هذا مو صحيح. خالتي انا ما ادري شلون صار الموضوع، حتى انا نفسي
تفاجأت بتصرفات عبد الله. عبد الله متضايق من سمود، يعني ردة فعل مو أكثر. ما توقعت أنت استغلالية. لا لا خالتي، تعرفيني زين، أعوذ بالله، أنا عمري ما كنت استغلالية. عبد الله لازم يرجع سمود بأي شكل من الأشكال، واللي صار أمس بينك وبينه ما بيتكرر مرة ثانية. سمعتي؟ حاضر، لا تشيلين هم، أوعدك إنها ما راح تتكرر مرة ثانية. غدا زهر، أنا قلت نورة وين؟ ما راح تتغدى معنا؟ دزيت لها مهد تقول ما لها نفس تاكل؟ شو ما لها نفس؟ مو هي اللي مسوية الغداء. يعني اجبرها تتغدى معنا ولا شلون؟ ما انا ما قاعد اكلمك، قاعد اكلم امي، اوكي؟ عبد الله ترى انا مو قصدي، اهم بعد انا زعلانة عشانها، تبين اروح لها مرة ثانية اكلمها؟ انا الحين اروح اناديها. لهالدرجة تهمك؟ وإذا ما تبي تتغدى كيفها، هي حرة. أكيد تهمني يا يما، بعدين لازم تجي تتغدى معنا. انتوا اكلوا، انا راح اناديها. ننطرك لينتي اللي تشوفينه. اموت واعرف هالنوره شو مسويت له. مهد انتي وثالثه معاك. عبد الله ممكن اعرف ايش فيك؟ ما فيني شيء. يخالف تمسحين دموعك ولما كان مش طالعين. عبد الله انت قاعد تسوي لك سوالف، يعني متضايقه شوي وقاعده بروحي، شو المشكله؟ اي بس نوره صارحيني، قولي لي ايش فيك؟ ايش صاير معك؟ انا ما راح اعيد السؤال، قولي لي ايش صاير معك، قولي. ايش صار بيننا امس كان غلط، ما كان المفروض يصير، وانا كنت انتظر اشوفك علشان اقول لك. يا ليت ننسى اللي صار أمس. إحنا يوم تزوجنا اتفقنا أن زواجنا يكون على الورق وبس، وإحنا لازم نحترم هالاتفاق، وإذا كنا غلطنا مرة فمو المفروض ان احنا نكرر الغلطة مرة ثانية. ايش فيك تطالعني كذي؟ خاف تمتعين بنوعك وبيش تبدلين ملابسك عشان اطلع انا وانت. عندك 5 دقايق عشان تبدلي، وانا راح انطرش برا، اوكي؟ بس فهمني بالاول. نفسي اللي كلك عليه. حبايبي اكلوا، اكيد يواعه. اوف عبد الله تاخر. لا تقولين اوف،
إذا يعانى أكلي. لا مو يعانى، بس المفروض كل هالدقيقة يروح ينادي ويتغدى معانا. الله العالم الحين ايش قاعد تقول له؟ مها نورة عاقلة تسمع الحكي، مو مثل بعض الناس. نورة لابسة خير إن شاء الله، وين بتروح؟ إيه ما أنا ونورة بنتغدى برا. ولا داعي يما تاكلون برا والأكل موجود هنا في البيت؟ إيه ما لا داعي، يلا نورة. أنا متقدم اليوم بالمية هذه ساحرته، ما يلاقي تفسير ثاني. ما قدي هذا العاجب بنظرك كاهي، خذته وطلعت معاه واحنا بس قاعد نطالعهم. اموت واعرف، ما ادري ايش قالت له وحرضت علينا، اموت وافهم بس. مها انت ايش فيك؟ اكله وين ما اكله، ماكو شيء اكله. اكل حبيبي. الله يسامحك، فشلتني قدام خالتي والبنات. أنا بعرف أنت ليش خليتني نطلع. أنا واثق مليون بالمية إنك خاشة شيء عني، فقلت نطلع علشان تاخذين راحتك بالكلام. نورة صدقيني، اللي صار لا كانت نزوة ولا غلطة ولا شيء ما يهم. لما أنا دزيت لك مسج كنت أعني كل حرف كتبت لك، وقلت لك إني قاعد أفكر فيك. صدقيني نورة، أمرك وايد يهمني ومشاعري صوبك كانت صدق من كل كلمة. ما بيك تفكرين لو لحظة بس إن اللي صار أمس كانت غلطة. ترى كلامك وايد ضايقني، أوكي؟ واي واي بموت من القهر، نورة كل هذا يطلع منها؟ أنا بعد صراحة مستغربة. ما يخالف أنت هدي أعصابك شوي عشان أعرف شلون بنتصرف. وأنت ليش كذي بعد مستغربة ومتضايقة؟ يعني أنا اللي عارفة أنت ونورة علاقتكم وايد زينة مع بعض، يعني ما في شيء تتضايقين عليه. ولا ليكون قاعد تفكرين بعبد الله؟ لا حبيبتي، أنت غلطانة، أنا مو متضايقة. ترى نورة هذه ما هي سهلة، إذا خليناها كذي على راحتها الله العالم إيش بتسوي فينا؟ ترى ما هي سهلة. والله قاهريني، طلعوا من غير ما يعبروننا، تخيلي حتى أمه ما سأل عنها. بس ما عليه، صدقين أحس إنها قاعد تبين لنا إن عبد الله صار خاتم صبعها. بس أنا علمها. إيانا وياك تطلعين برا المطبخ، فهمتي؟ حاضر. حيا الله مشعل. الله يحييك خالتي. شلونك شخبارك؟ بخير الحمد لله. أقول صالح، تكلمتوا في الموضوع؟ لا ما تكلمنا، بس عيل خوش. أنا أكلم مشعل بصراحة، مشعل وبعطيك من الآخر، أنا وخالك كلمنا شهد. شهد رافضة موضوع الزواج، تقول مو لي مراضية تزوج. بصراحة أنا شاورت خالك ولقيت إن مها الزوجة المناسبة لك. بصراحة البنت ذوق، جمال، أخلاق، أدب، كاملة مو ناقصها شيء. والله يا خالي ما ادري شيء، يعني من وين ابتدي وياك بالموضوع؟ يعني انت ما شاء الله شاب وطموح، وكل من يعني يتمنى انك تتزوج بنته، بس مثل ما قالت خالتك ام صمود، شهد الحين مو مفكره بالزواج كلش. بس يا خالي انا يا مشعل، ترى خالك يبي مصلحتك، وانت لو تلف الدنيا كلها ما راح تلاقي زوجه مناسبه لك مثل ما. ولا ايش رايك يا صالح؟
اي عدل عدل، اشرب شايك يبا اشرب شاي. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي نور ونار، والليالي أجمعتنا من بعد طول انتظار. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي نور ونار، والليالي أجمعتنا من بعد طول انتظار، والحياة من غير وجودك تبقى مر من المرار. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي يا حبيبي نور ونار. خالتي قبل شوي كنت أسولف مع فرح وأحمد، قلت يعني أهتم فيهم شوي دام أمهم مسألة فيهم. المهم تخيلي قالوا لي معلومة وايد خطيرة، قالوا لي إن راشد الله يرحمه كان يطق نورة ويتهاوش معاها بشكل يومي. أحمد وفرح هم اللي قالوا لك هالمعلومة؟ إي خالتي هم اللي قالوا لي. وانت ايش دخلك في هالسالفة؟ انت ايش عليك؟ لا تخليني أقول حق عبد الله يطلقك وأقطك عند أخوك في البيت، وكيف هذيك ساعة يتصرف معك مثل ما يبي؟ ليش خالتي أنا ايش قلت؟ كل هذا وايش قلتي؟ انت ايش عليك بهالأمور يا بنت؟ أنا ندمت على اللحظة اللي خليت عبد الله يملك عليك. ترى البيت بصوب وانت بصوب، بس ايش مشاكل يا بنت الناس؟ حتى انت بعد مو راضي باللي قاعد يصير بين عبد الله ونورة. هذا موضوع ثاني. احنا للحين ما صلحنا السالفه الاولى اللي مع صمود وعبد الله، تبين تفتحين علي باب ثاني ومشاكل ثانيه؟ ان ما لزمت حدودك يا مها لعلمك حدودك. انت سامعه؟ ارفعين وجهي ارفعين. ايش هالبنيه هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بصراحه انا يوميت اكلم خالي كنت أفكر إني أتقدم حق شهد، ودام إن خالي مو موافق على زواجي من شهد فأنا استأذنكم. وين يا مشعل؟ الكلام أخذ وعطى. يا خالتي أنا سمعت كلامك وفهمت قصدك عدل، بس أنا أذنكم أنا ماني موافق. مشعل أقعد، أنا للحين ما خلصت كلامي. أنت إذا تزوجت مها أنا بعطيك شقة. بس يا خالتي الحمد لله أنا عندي بيت وجاهز. عادي زيادة الخير خيرين، مو بس هذا، وأتكفل المصاريف زواجك من الألف إلى الياء، بعد أسوي لك عرس لا صار ولا استوى، أخلي الديرة كلها تحت شفي. هلا ام فيصل شلونك؟ الحمد لله. ريم شلونك؟ تمام. ما راح تصعدين فوق؟ لا يعني بقعد شوي اسولف مع ريم وبعدين بروح غرفتي. حيلا عليكم. ايش دعوه عليك؟ شاق الحلج من هني لهني. مساء الخير يما. مساء النور عبد الله. خير يما. تعال ابيك بكلمه. ان شاء الله. يعني انا رومانسيه شلون اطالعه؟ شويش شو يزعلك؟ يا المجنونه شنو اللي بيزعلها؟ انت حسبتي اختي وانا وايد مستانست لك، احسن طلع من مود الحزن هذا. أحبك حبيبتي. يلا روحي بيت لي. يلا أروح؟ إيه أوكي.
بيصير خير. أنا استأذن الحين. حياك الله يا ولدي. الله يحييك. سلم على الأهل. إن شاء الله يوصل خالي. سلام إن شاء الله. الله يسلمك. هذا الموضوع الأول خلصنا منه. أبيك تكلم عبد الله تتفق معاه على ترتيبات الزواج. مش هل؟ بعدين الرجال قال يصير خير، ما قال موافق. ما عليه يا صالح، هو انحرج منك. يوم ولا يومين راح يكلمك ويقول لك أنا موافق يا خالي. بعدين يا فاطمة الموضوع ما يستاهل كل هذا، شقة وطقطقة ومصاريف. ليش؟ لأن الموضوع مهم ويستاهل. بعدين أنت من صدقك، أنا فاطمة أشتري شقة حق الأشكال؟ أنا قلت شقة موجودة ومستفيدين منها. عن أي شقة تكلمين؟ طبعاً شقتك. أنت من صدقك؟ إي طبعاً من صدقي يا صالح. أنت عايش معي هني في البيت وشقتك ومستفيد منها. وبعدين أصلاً مشعل مو غريب، مشعل ولد أختك وأنت خالة. فاطمة لو سمحتي لي الحد وخلاص. أنا أحبك وأحترمك وقدرك إيه؟ بدل لا تبادلين نفس الشعور قاعدة تتصرفين على كيفك تحكمين فيني؟ لا ليه الحد وخلاص، ما أتحمل أنا. كيفك؟ لا تتحمل. أنا مجابرتك تتحمل هالوضع. إيش تقصدين؟ البيت هذا بيتي أنا، وأنا رأية الكلمة الأولى والأخيرة. اللي عاجبه أهلاً وسهلاً، واللي مو عاجبه ترى الباب مبطل، تقدر تاخذ بنتك وتطلع برا البيت. فهمت؟ يبا يبا يلا يبا خلنا نطلع من هالبيت، كرامتنا ما تسمح نقعد بهالبيت ولا دقيقة. رح نجهز أغراضك. حاضر يبا. صالح أنت اللي أجبرتني إني أقول لك هالكلام. عقب الكلام اللي قلتي يا فاطمة ما في شيء يقال. رح نجهز نفسك يلا. يما شو السالفة؟ روحي زين. شهد صاير ما في أم تحاملنا ولدها ياخذ فكرة خطأ عنها. مستحيل أغشك يا عبد الله، أنت ولدي شلون أغشك؟ يما ما يخالف. خليني أكل. اليومين اللي طافوا ما كنت عارفة إيش بقول لك، ولو كلمتك أدنك ما راح تصدق. على هالأساس أنا تصرفت وجبت لك رقم الرجال اللي كانت صمود قاعدة معه. أخذ الرقم وكلمه، تفهم معه وشوف إيش بقول لك. وأنا متأكدة بقول لك إنه ما بينه وبين صمود أي شيء. وأنا إيش دراني راح يقول الصدق. أنت أخذ الرقم وقعد معه. على العموم أنا سويت اللي علي، الباقي عليك. أنت من وين جبت الرقم؟ رحت حق صمود وعطتني إياه من تلفونها القديم. فجأة قمت تحبين صمود وتخافين عليه؟ مو هذه الصمود اللي كنت راضية تزوجها؟ عبد الله عمرك ما كلمتني بالطريقة هذه. أول مرة أعرف إن قلبك قاسي. يما شاهد قلنا أنت طردتيهم. إيه انت اساسا كنت رافض زواجي من صالح، او ما توطن صالح ولا بنته بعيش طله. ليش متضايقه؟ اي اوكي بس انا قاعد اتكلم عن اسلوبك. اسلوبي انا هذا اسلوبي. انا تزوجت على اساس ينفعني يوقف معاي، بس ما منه فوت. كل ما اقول له على شيء ما يدري ما يعرف ما يرضى. شبي فيه يعني الحين انت زواجك كله مصلحه؟ أداه ما سوالك الشيء اللي أنت تبينه خلاص ما تبينه. تزوجت علشان سواد عيونه مثلاً؟ أكيد عشان مصلحتي، خصوصاً إن مصلحتي فوق كل اعتبار في هالحياة. فهمتي؟ يما أنا صدق كنت رافضة موضوع زواجك، بس لما احتكيت بعمي صالح شفت إنه إنسان وايد طيب ووايد زين، والأهم من هذا كله إنه هو يحبك. لا تفرطين فيه، ونصيحتي لك صلحي غلطتك. لا تخافين، اللي خلى صالح يركض وراي طول هالسنين ما راح يتركني عشان كلمتين سمعهم مني. لا تخافين.
لا 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 صدقيني ترى انت غلطانه، لا تصيرين ثقه كذي وايد، ترى الانسان لازم ما عليه كرامته. ها ايش دراني هذا اللي صار، وبعدين كيفه يبي يروح خليه يروح. سمعي يا فاطمه، كلمتين بقولهم لك وانا اللي طالع. صالح اذا طلعت مو عقب يوم يومين ترد نادم، حزتها تشوف إهانة عمرك ما شفتها، لأني ما راح أسامحك. خليني أطلع، وإذا رجعتش بعد يوم يومين نادم ذيك الساعة سوي فيني اللي تبينه، وهينيني مثل ما تبين. ساعتها إذا رجعت أستاهل اللي تسوينه فيني أنا وبنتي. صالح صالح لا تكبر المواضيع، إحنا مو ياهال ولا آخر اثنين ولا أول اثنين يتهاوشون، يعني تصير. بعدين أنا لما تحكيت كنت معصبة، إيه كنت معصبة، ما كنت أقصد الكلام اللي أقوله. لا تكبر المواضيع صالحات. إلا الكرامة يا فاطمة، أتحملك وأتحمل كل أغلاطك لكن ما توصل للكرامة. صالح قولي سامك حقك علي، أنا آسفة صالح، أنا أحبك وانت تحبني. صالح سنين واحنا ننطر بعض، لي سلمك لا تتركني، انا احبك. اذا تبي احب على راس بنتك واقول لها انا اسفه، بس ولي سلمك لا تتركني صالح، انا احبك. مكسور من الداخل، بس احاول ما ابين هالشيء. تتذي انا ايش كثر احبس واموت عليها، فتخيل ايش قاعد يصير فيني من الداخل بس اكتشفت انها تحب احد ثاني. عمري ما حقت على الدنيا كذي. بس انا تغيرت يما، لان الصدمه كانت كبيره. انصدمت في اهم اثنين في حياتي، انت وصمود. هلا يبا. يبا انا تعبانه شوي بروح انام، تبي شيء؟ سلامه عمرك، تصبح على خير. اقول يبا شاهد ابي انام بدارك اليوم. اللي تشوفه يبا، بروح احضر الفراش. الو، هلا هلا فاطمه. هلا بمراشد، هلا باختي الغاليه. انا اسفه، عسى ما اكون ازعجتك، تكوني نايمه ولا شيء. لا حبيبتي ما ازعجتيني ولا شيء، بس مو عوايدك تتصلين فيني. انا حبيت اشكرك على موقفك مع صمود بنتي، وشلون انك اقنعتي ولدك عشان يردها.
أنا ما أحب أظلم أحد. صمود بنتك صدق غلطت، بس كلنا نغلط. بس ما توصل الأمور للطلاق. أنا حبيت أكافئك وأرد لك المعروف اللي سويتيه مع بنتي. ولدخت صالح شاب فيه كل المواصفات اللي تتمناها أي بنت، والولد يبي يتزوج. عاد أنا قلت يت ويا بهالله. شلون يعني؟ كلمت عن مها بنت أختك ومدحت في البنت قدامه، والريال وايد استانس، ما طلع إلا تأكد إن إحنا راح نتقدم لها رسمي. تقصدين مشعل؟ وي تعرفين مشعل؟ إي أعرفه وأعرف أمه. ما في مناسبة تصير عندنا إلا يزورونا. عيل خوش، ما يحتاج أكلمك عنه. لا ما يحتاج. شوفي الوقت اللي يناسبكم عشان نتقدم حق البنت رسمي، أنا وصالح ومشعل. خير إن شاء الله، خل أكلم مها بالموضوع عقب يصير خير. بيننا اتصال حبيبتي. الله يجيب اللي فيه الخير يا خيتي أم راشد. مع السلامة. صيبة صعبتك لئيمة. أقولي مشعل، ليش مو نايمة؟ ما أدري يبا، مو قادر أنام. والله يا بنيتي حتى أنا ماني قادر أنام. مو لو رايحين بيتنا أحسن. ترى خالتي فاطمة تبينا نقعد هني بس عشان الكلمة الأولى والأخيرة تكون لها. أدري ما أدري. أول مرة بحياتي أشوفك كذيبة. خلنا نرجع بيتنا. ما أحب أشوفك ضعيف. واحد قاعد يتحكم فيك. شنو ما كان السبب يصير، هالوضع مو لازم يستمر. أقولي يبا شاهد، إذا بخاطر شيء تقولين أقولي أنا سمج. لا يبا، ما عندي شيء أقوله. طبعاً يا خالتي أنا ماني موافقة. وليش ما أنت موافقة؟ أنت لو لفيت الدنيا كلها ما رح تلقين نفس مشعل. شنو خالتي؟ تتبين تفتكين مني؟ أنا قبل فكه منك؟ أنت حمدي ربك إن اللي مثل مشعل تقدم لك. ليش أنا شناقص نشفيني؟ حبيبتي لسانش طويل، مو ناقصت شيء. بس اللي مثل مشعل إذا تقدم حق وحدة التمسك فيه ما تضيعة. وشنك ما تدرين إن فاطمة إيه اللي ورا هالموضوع؟ لا عارفة إن فاطمة ورا هالموضوع، تبي الفكه منك بسبب اللي سويتيه في بنتها صمود. عموما أنا ما همتني فاطمة ولا غير فاطمة، أنا اللي يهمني إن مشعل هو نفسه اللي يبي تقدم لك. وأنا ما أبي أتزوج لا مشعل ولا غير مشعل. بس مو هذا اتفاقنا؟ أنا يا خالتي في أمور وايد صارت عقب ما تزوجت عبد الله. أمور؟ أمور مثل شنو يعني؟ ما أقدر أتحكي أكثر من كذي، بس كل اللي أقدر أقوله إن الوضع تغير عن الأول. تصبحين على خير. شلون؟ البنت هذه ايش تقصد بكلامها؟ فرح، فراح فراح يا امه زين كل مدرسه مدرسه نبي ننام شويه. بس يلا يلا يا امه قومي. خمس دقائق. ما في خمس دقائق. يلا قومي قومي. احمد احمد الله يلا قوم. خمس دقائق بس تكفى. بس خمس دقائق. ما في خمس دقائق. يلا قوموا. زين ما شاء الله غيب. قومي قومي قوم يلا. صباح الخير حبيبي. يلا 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 بسرعة عشان ما أنا بنت أخر.
يلا يما يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. تعال 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 هات جنطتك تعال تريقه وبسرعه وتريقه وزين ها ان شاء الله. يلا على ما بدل الثياب روحوا. صباح الخير نورة. ايش فيك؟ صباح النور. هلا خالتي. ايش فيك؟ ولا شيء، كنت مارة بالصدفة ولقيت مها طالعة من غرفة عبد الله. مها؟ ايه انت متأكدة انها مها؟ ايه انا شايفتهم بعيوني الثنتين. وين هي فيك؟ فوق بغرفتها. صباح الخير يا حلوة. هلا صباح النور. شفيك تنفيس عصب. ما شفتها طالعة من غرفة عبدالله. اي حليلها، نعجب فيها شكلها. على فكرة أنا ما عندي مشكلة، أنا زوجته وهي بعد زوجته، يعني ما تفرق معي. اي مو منك، ثلج قالب ثلج، ما عندك غيره. بروح أتريق، يلا ناطرتك نزلي. أمس مريتش بس ما لقيتك، قلت أكيد نايمة عند العيال. عشان كذي طلبت منها أنها تجي، صح؟ ما هتجيني؟ ترى ما فهمت قصدك. على فكرة عادي، أنا ما عندي مشكلة، مثل ما أنا زوجتك إيه بعد زوجتك. بس ما في داعي نضحك على بعض. زين نورة خلنا نتفاهم أول شيء. الحين أنت بتفهميني إن عبد الله هو اللي متصل عليك وقايل لك تعالي للدار؟ هو اللي كلامك إيش العقل؟ خالتي أنت ليش مستغربة؟ هو أنا أدري إن أنا تزوجت عبد الله زواج على الورق، بس أنا أحبه واكتشفت عبد الله يحبني. يا سبحان الله، ومتى صار هالحكي؟ زين أنا أبي أفهم، يعني نورة وريم بشنو أحسن مني؟
بعدين المنطق يقول إذا عبدالله يبي يختار بيني وبين ريم ونورة رح يختارني أنا. تدرين ليش؟ إن أنا أحلام مصغرة. أنت بتنينيني؟ اللي سمعت يقول كلش ما أعرف ولدي. خالتي شفيت بالأول عبدالله كانت مشكلته الصمود، الحين خلاص طلقها، خليه هو كيف يختار، قراره بيده. وانت صادجة، القرار بيده. عموما أنا بقعد مع عبدالله وبفهم منه السالفة، بس متأكدة 100% ما بينك وبينه شيء. بس عارفة ليش تسوين كذي؟ تبين تنسينا سالفة مشعل. وكذي مشعل. لا تاكلون جبن وايد تصيرون أغبية. ناقصين غباء احنا. صباح الخير. صباح النور. معدل شعرك اليوم؟ ايه شلونكم؟ تمام. عبد الله ابوي دق علي وكان شكله وايد معصب. في شيء صاير بينكم بالشغل؟ لا هو مو صاير شيء، بس هو وايد مستعجل على موضوع الورد. وبيني وبينك يعني موضوع توكيلك بإدارة حصتك راح تسبب لي مشاكل. انزين هو بيزون اليوم، تبيني اقول شيء معين؟ يعني ابيك تقولي له انه ينطر شوي على موضوع الورد، بعدين نقعد مع بعض كلنا ونتفاهم على كل شيء. ان شاء الله. بسوي اللي اقدر عليه. الفيصل وينه؟ ما اشوفه. فصول نايم بس عادي يكون قاعد الحين، واذا قعد وما لقاني قدامه بيسوي مناحه. ترى شو ما تريقت؟ زين تريقوا بسرعه يلا عشان اوديكم للمدرسه. الحين متضايقة؟ وليش أضايق؟ هذه حياتك وانت حر فيها. على فكرة الحين ما أدري شنو تقصدين. أوكي؟ صباح الخير. صباح النور. هلا يما. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. بسم الله. تفضل عبد الله. شكرا. ما شاء الله خالتي عبد الله لما ينام ينام مثل الياهل، ما تسمعي الا صوت. ها شنو مناسبه هالحكي؟ لان سمعتهم يقولوا انك تشاخر لما تنام. اي بس انا ما شاخر وانا نايم. اي ادري. اي ايش دراج؟ بعدين افهمك سالفه، بعدين يلا اكل عشان وراك شغل. ترى وضعك مريب. اوكي. يا حلوك يا عبد الله، ضحكنا على الصبح. ممكن أعرف السالفة عشان نضحك معاكم؟ ما يصير خالتي، ما يصير أقول شيء، أسرار. يلا بسم الله. صمود، عبد الله ما اتصل عليك؟ وايد متفائل انه راح يدق علي. عقب ما يقعد مع الولد ويعرف انه ما بينك وبينه شيء، اكيد بيتصل عليك. اي لا صح كلامك، راح يدق علي ويقول لي انا اسف وحقك علي وغلطت بحقك وايد. اي اذا كان يحبك المفروض هذا اللي يصير. مع عبد الله لو كان يحبني كان من امس كلم الريان. صار ادري ان عبد الله متاكد من داخله اني انا خدعت. انزين اثبتي لي انتي العكس. شلون تبيني اثبت له؟ اتصلي عليه، كلمي، اعتبي اللي سواه فيك. لا والله عاد انا كرامتي ما تسمح لي. حلوه كرامتي ما تسمح لي، خلي كرامتك تنفيك يوم كرامه. انا بروح الصالون كرامتي. لازم تشيك على الفدايا، اذا خلص هذول نطلب طلبيه ثانيه. نفس الشيء. استاذ عبد الله. هلا يبا. في مشكله. ها صاير. لجنه الاشراف موقفين 5 مشاريع منها. ايش قاعد تقول انت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يبا. هلا هلا بنيتي. هاري مو شلونك؟ تمام. شو اخبارك؟ زين حياكم. الله يحييك. واي ريمو ريمو، شوفي 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 ليمو، شوفي ولا حالاتهم، شوفي شنو سليت حق بصولي. ترى اختك هذه مو صاحيه، فوق الساعتين قاعد تفطر فينا علشان هاللعبه هذه.
والله ريمو ابوي ايش كثر يحن ايش كثر يحن. اقول له امش خلني اشتري حق فصولي لعبه، يقول لي اعطي حق امه فلوس وهي تشتري له. يمكن مشغول. ايه هذا سنع، هذا حكي الناس العاقله. والله عادي با، العمر يخلص والشغل ما يخلص. ايش كثر قاعد انصحك، اقول لك شوف حياتك، التفت لها شوي. ريمو اقترحت عليه خوش اقتراح، اقول له تزوج، دورت له خوش مره بس مو راضي، ابوك راسه يابس عنيد. هذه مي صاحيه، جايبت لي واحده كبر يدتي تبيني اتزوج. ترى ابوي حده واحده بالتعش بالكثير 20. اه بعد انت كنت تطن زين. الحين عرفت القمنده. خوش كان قلت لي من زمان انك تبي واحده صغيره ام 16 17 18. ترى الحل عند بنتك زهوره. انا من الاول كنت ما بيجيبك معي، ادري بتسولفين وبتضيعين علينا الوقت على الفاضي. زريبة خلاص بنتم واقفين، يلا حياكم. اقول حبيبتي لا حياكم ولا شيء، انا مالي شغل لا فيك ولا في ابوي. فصولي وينه؟ ما يتم الوله عليه. يلا الحين خلي حميده تنادي. حميده يبي فصول تحت. حياتي حبيب خالته والله. حياك يبا. زين اذا احنا غيرنا نظام التكييف تتوقع كم خسارتنا؟ والله يا عبد الله تقريبا مليون دينار. اوف شي كارثه. بس احنا كشركه ما نتحمل اي خساره، في متعهد بيننا وبين عقد وحاطين بالعقد كل المواصفات اللي نبيها، واذا ما التزم بالمواصفات هو يتحمل المسؤوليه. بس انت تدري ابو ريم هو مسؤول عن الموضوع. ادري يا عبد الله، ادري ان موقفك صعب بس هو غلط ويتحمل غلطه. آه رد عليك؟ ما قادر يرد. اتصل عليه لما يرد عليك. صيبة. يا يبا الشغل صاير فوضى. عبد الله ما يدري وين الله قاطه ولا هو قادر يسيطر على الشركه. هذا غير متعهدين اللي كل واحد قاعد يشتغل على كيفه. المهندسين والعمال ما عندهم احساس بالمسؤوليه. يعني يبا انا شنو بدي اسوي؟ سويت لك وكاله باداره حصتي انا وولدي. التوكيل هذا يا يبا انا ما استفدت منه. المهم سالفه حصر الورث تخلص بسرعه، الوقت قاعد يمر علينا. يبا هالموضوع المحامي هو اللي يشوفه مو انا. ادري بس انا ابيك تضغطين على عبد الله علشان يقول حق المحامي يخلصنا. ان شاء الله يبا يصير خير. وفي نقطه ثانيه، ابيك تسوي لي وكاله عامه علشان اقدر اتصرف وانقذ اللي اقدر انقذه. يبا ايش في قاعد تحاكيني كأن الشركه بتنهار. لا لا الشركه بتنهار اكيد بتنهار اذا ما تصرفنا بسرعه. وشون بنتصرف؟ حصتك انت وفيصل ناخذها ونسويها فلوس ونطلع من الشركه، هذا هو الحل الوحيد. يبا ما يصير كذي، الشركه بتخترب. تخترب تحترق بجهينه. المهم حصتك انت وفيصل. لا يبا انا كلش مو معاك باللي تقوله. يا يبا انا اهم شيء عندي مصلحتك ومصلحه ولدك. اي بس يا يبا عبد الله زوجي. يبا زوجك على الورق بس، ايش فيك انت؟ ويا ريت نخلص من هالورقه ونشقها ونقطها، لو يطلقك اصلا نرتاح من هالسالفه كلها. خير؟ متصلين فيني اكثر من 50 مره. صاير شيء؟ تسالني بعد صاير؟ ايه ما ادري، ايش اللي صاير؟ لجنه الاشراف على المباني رفضت تستلم مني 5 مباني، ليش؟ لان نظام التكييف غير اللي موجود بالعقد. وانت مسؤول عن هالشيء. ايش هالكلام الغريب اللي قاعد تقوله؟ بريم بيني وبينك في عقد وانت خالفت هالعقد، وهالشيء راح يترتب عليه خسائر وايد. يبا هذه ما اول مره انا ادخل معاكم مشاريع وعمري ما خالفت بنود العقد، اكيد في شيء غلط. الظاهر هالمره تهاونت واعتبرت نفسك شريك بالشركه، قلت اسوي اللي ابيه ما حد راح يحاسبني. يعني شنو؟ انت بتحاسبني؟ انا احاسبك واحاسب غيرك. انت غلط ولازم تدفع ثمن غلطك، واي خسائر الشركه ما لها شغل، انت لازم تدفعها. انت قاعد تكلمني وكانك انت صاحب الشركه. الشركه هذه شركه اخواني، اخواني اللي كبروها وسووها، وما راح اسمح لاي احد يخربها، لا انت ولا غيرك. شوف عاد تراك تجاوزت حدودك معي. انا اللي صبرت عليك وايد، اسمعني. قدامك حل من الاثنين، يا انك تصحح غلطك يا انك تتنازل عن حقوقك الماليه بالشركه ومالك شغل باي شيء. انت بصدقك انا حاط بالمشروع هذا اكثر من 800,000 دينار. احنا عقب ما نصحح اخطائك اذا بقالك فلوس راح اعطيك اياها. يعني كذي انت بتحاربني؟ وصدقني ما راح اسكت. سوي اللي تبي تسويه، انا شغلي قانوني وانا بيني وبينك كان عقد وانت خالفته. ترى قلت لك ما اسكت. اللي يطلع بيدك سواه. لا بيدي اشياء كثير اقدر اسويها. صدقني يا عبد الله تندم وقول ما قال لي بريم. هيا We'll be right back.
فصولي فصولي حبيب خالته فصولي. غريبة ايش فيك؟ سمعيني عدل، الحين بمر البيت اخذك، جهزي نفسك انت وفيصل بتيون عندي البيت. ليش يبا؟ ايش صاير؟ قلت لك لما تين عندي البيت افهمك، جهزي نفسك انا جايك بالطريق. ايش فيك الموضوع؟ ما ادري، ابوي يقول لي جهزي نفسك باخذك معي البيت. زين ما قالك ليش؟ لا ما قال لي، كان حدا معصب اصلا ما فهمت شيء. غريبه اسنو اسنو ماما هاك اسنو اسنو سوفي فصولي سوفي 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 شوفي عاد ولدك ما قاعد يتلفنا. هاك ما يبي هن النحنات يبي يلعبون مع خالتهم. تبي الصج عاد يا عبد الله اللي سويته عين العقل. بوريم قاعد يتصرف بالشركه كانه شركته، لازم واحد يوقف عند حده. مو المشكله هو عنده توكيل عن فيصل وام فيصل انه يدير حصتهم بالشركه، واذا خلصنا موضوع الورث راح يتدخل بكل شيء. ولازم تقنع ام فيصل انها تلغي الوكاله، هذا مو هم احد الا نفسه. صراحه مو عارف شو اسوي. زين انا بمشي. رايح الشركه؟ لا ابو شايد تكفى، ابيك تحل الموضوع. ما ابي اتاخر بتسليم المشروع، لان كل ما اتاخر كل ما راح ادفع غرامات. لا تشيل هم، هالموضوع علي وان شاء الله ما يصير الخير. مشكور ما تقصر. يلا مع السلامة. مشكلة بوري. هلا بوري، حياك الله. هلا مراشد، وين ريم وزهرة؟ وليش مستايل؟ تفضل استريح. لا لا، أنا جاي أخذ البنات وبمشي. تاخذهم وين إن شاء الله؟ البيت عندي. ريم ما لها مكان هني، مكانها ببيت أبوها. زين تفضل استريح الحين، تفضل. انت لا تنزلين تحت وحتى شوف لا تشوفينها. شلون يعني ما اشوفها؟ انت ما تعرفين ابوي؟ شنو يعني ما تعرفين ابوك؟ انت اذا ما تبي تروحين مع ابوي ترى ابوي ما له حق يقصب ياخذك من بيت ريلك. ريلي؟ اي ريلي انت تحكين عنه؟ ريم حبيبتي ايش فيك؟ اسم الله عليك. انت نسيتي هي انك تزوجتي عبد الله علشان يحميك من ابوي؟ وهذا انا زوجت عبد الله، شو اللي تغير يعني؟ عشان اتزوج عبد الله انجبرت اسوي وكاله حق ابوي، يعني بكل الحالات ابوي ناشفني. أشوف كأن لهجتك تغيرت واللي أبوي قاعد يسوي وايد عاجبك. لا طبعاً ما عاجبني. شو أسوي؟ مو بيدي أي شيء، على الأقل عند أبوي ما راح أخسر فلوسي ولا أخسر حياتي. زهرة زهرة أنا للحين صغيرة، للحين شباب، حرام أدفن شبابي مع عبد الله. أدفنه عشان شنو؟ عشان فلوس؟ فلوس الدنيا كلها ما راح تعوضني يوم واحد من حياتي. يا ترى عبد الله قابل عامر ولا لا؟ وإذا قابله شنو صار بينه؟ أنا خايفة وايد هالموضوع ما يجيب نتيجة. عبد الله شك دخل قلبه. والله أعلم راح يصدق اللي راح يقوله لعامر ولا لا. والكافيه صاير بالنص. يا أنا موجود قاعد. ما أشوفك. آه تعال. شو عليك؟ شو أخبارك؟ طيب، تفضل. هلايبا وين اختك؟ يبا اختي ريم فوق بغرفتها. وليش ما زالت معاك؟ سمعي ترى انا ما تغشمر، انا ماني طالع من هني الا وهي معاي، ولا بعفس الدنيا فوق رزقكم. يبا انت ليش قاعد تسوي كذي؟ ليش مو مخلي البنت بحالها؟ مو كافي اللي فيها؟ ترى اللي فيها مكفيها.
يبا انت كل هذا قاعد تسويه علشان شنو؟ علشان الفلوس؟ الفلوس عندك اهم من سعادة بناتك وحياتهم؟ استغفر الله. يبا حرام عليك، ترى احنا بناتك من لحمك ودمك. يبا ليش قاعد تسوي فينا كذي؟ احنا ما لنا غيرك بالدنيا، ليش قاعد تتعامل معانا كأنك عدو مو ابو؟ يبا حرام عليك حرام. لا تعتقدين ان انا تضايقت من كلامك اللي سمعته. اذا تضايقت معناته اني انا ظلمتك. انت بنت صغيره ومن حقك تعيشين حياتك، وانت مثل بنتي لا يمكن اظلمك. اي بس خالتي يعني انا، خليني اكمل كلامي. انا قعدت مع عبد الله وتكلمت معاه بخصوصك. هم عبد الله لا يمكن يظلمك. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني قعدت أنا وعبد الله وتكلمنا بخصوصكم أنتوا الاثنين، بس لما سمعت كلامك قررت أنا أقولك شنو قلنا بالنسبة لكم أنتوا الاثنين. عبد الله ما يبي الزوجة على ورق بس، عبد الله يبي الزوجة. هو قال هالحكي؟ إي، وكان ناوي يطلع يتعشى معاك برا البيت اليوم ويفاتحك بالموضوع بس بعيد عن أجواء البيت. إي بس أنا يعني ما حسيت ان انت بالذات لك معزه خاصه يا عبد الله. معزه خاصه؟ ليش بالله المعزه الخاصه تطلع بيوم؟ لا طبعا مو بيوم، بس تطلعين مع عبد الله وتقعدين معاه ويتكلم معاك، بتعرفين ان انا كل كلمه قلتها لك هي صح. انا اسفه عبد الله، عقب ما طلقتني وما سمعت مني ولا اهتميت بمشاعري، عقب ما حطيت الحسرة بقلبي أنا مستحيل أنسى وأرجع لك. صمود، عاد قدري موقفي، يعني أي حد كان مكاني كان سوى نفس اللي سويته. بعدين أنت تدري أنا إيش كثر أحبك، يعني مستحيل أتخيل إنك تفكرين بأحد ثاني. وأنا عمري ما فكرت إني أكون مع أحد غير. لما قعدت مع الولد تأكدت. صدقيني، إذا أنا ما كنت متأكد من هالشيء كان ما قعدت معاك هالقعدة وقلت لك رجعي. الحمد لله انك تاكدت بنفسك، بس علشان ما تحط في بالك اني انا خدعتك. بس هذا مو معناته اني انا راح انسى وعلاقتنا ترجع مثل اول، لا. صمود بس عبد الله الله يخليك، جد انا مالي خلق اتكلم مع احد، الله يخليك، خلني بروحي. يلا عاد، روح اناديها خل تنزل من دارها يلا، بعدين معك انت. ريم تقول لك ما تبي تترك بيت زوجها ومهي رايحه معك. اي زوجها يا مراشد؟ اي زوجها؟ وانا وانت نعرف ان هذا كلام على ورق. الكلام هذا كان اول، الحين يا ليت تطلع من البيت قبل عبد الله يوصل. شنو تخوفيني بعبد الله؟ انا ما خوفك بحد، لكن هذا هو الصج، ما نبي تصير مشكله احنا في غنى عنها. وانا ماني طالع من هني الا وريم معاي، وخليني اشوف عبد الله مالك هذا ايش بيسوي. شوف عبد الله، أنا ما أنكر إني كنت أتمنى إنك تحس بغلطتك وأنتي تعتذر، تطلب مني إني أرجع لك، بس هذا مو معناته إني راح أنسى كل شيء بسهولة. لا عبد الله لو سمحت أطلعك، لأني أنا مالي خلق لا أتكلم معاك ولا أشوفك. صمود أنا مقدر موقفك، بس الموضوع. بس شنو؟ ليكون انت قد حاطه في بالك انك تطلقني وعقب كم يوم تراجع نفسك وتقول لي رجعي، وانا اقول لك حاضر وتم ومن عيوني؟ لا. زين والحل؟ ما كله حل واحد. اللي هو؟ نلتقي باكر انا وانت في المحكمه وتطلقني بشكل رسمي. صمود انت من صجك؟ اي من صجي، انا وانت ما نقدر نعيش ويا بعض خلاص، والحل الوحيد بيننا الطلاق. Thank you.
ماني طالع يا ام راشد من البيت هذا الا وريم معاي، سمعتيني ولا لا؟ ريم بوريم ريم بوريم يمه للحين ما بدلت ملابسك؟ يلا راح فوق انا ملابسك، تعالي يبا هالبيت بيتي ما راح اهدى، واذا في مشاكل بينك وبين عبد الله حلوها بينكم. شنو تعصين امري؟ يبا ما اعصي امرك، بس هذا بيتي ما راح اطلع منه. انا ابوك وادرى بمصلحتك، بتطلعين معي غصب عليك، بتطلعين ولا سحبك؟ ها بوريم اللي دش هالبيت ما ينهان، انت سمعت؟ انا بسحبها واشوف منين تتدخل. واخر زين واخر يبا هلا يا بوريم خلاص سيبها خلاص بوريم يبا وخر يبا عندكتي يبا وخر قاعد اقول لك وقعت يبا وقعت. انت جنيت؟ شوف ما حد يقدر يمنعني اني اخذ معاي بنتي. فخر ايدك ليه انت ايش داخل؟ انا كم مره قايل لك لا تدخل بيني وبين بنتي؟ معني هالمره راح اطوف لك اياها، بس مره ثانيه ما بشوف لا هني ولا بالشرق. يلا تعال طيب اطلع برا، يلا اطلع برا ريك يا عبد الله. قلوا يسوون عصير.